وبهذه المناسبة أود لإخواني طلبة العلم أن لا ينظروا إلى العلم من زاوية واحدة أو بعين واحدة، لأنهم إذا نظروا بعين واحدة صاروا ينظرون نظر الأعور، أو من زاوية واحدة نقصت عليهم بقية الزوايا. فإذا قال قائل: ما موقف الشاب طالب العلم إذا سمع مثل هذا الحديث؟ أقول موقفه أن ينظر ماذا قال العلماء، ماذا قال العلماء، ولا يحقر أقوال العلماء. فإذا كان الجمهور على خلاف ما فهم فليتأنى قليلا ولينظر كيف تكون جمهور الأمة الإسلام، كيف يكون جمهور الأمة الإسلامية على قول يكون الصواب عندك خلافه، يكون الصواب عندك خلافه. لا، تأن وانظر ما أدلتهم قبل أن تحكم. لكن بعض الناس ولا سيما بعض الذين عندهم حماس لاتباع السنة إذا لاح لهم وميض دليل أخذوا بهذا الوميض وتركوا كل شيء، حتى إن بعضهم قيل له: إن الإمام أحمد يقول كذا وكذا. قال: نعم، من الإمام أحمد؟ أليس رجلا ونحن رجال؟ إعجاب بالنفس. نعم، لكن ما كل من لبس ثياب الرجال يكون رجلا. أنت رجل وهو رجل، لكن هو أعلم منك وأتقى لله منك وأعلم بقول الله ورسوله وبأقوال السلف. ونحن لا نقول إذا بان الحق لازم تتبع الإمام أحمد، لا، انتظر، انظر ما دليله، قد يكون عنده من العلم ما ليس عندك. ولهذا نقول إن هذه المسألة مسألة خطيرة توجب تفرق الناس واعتداد كل ذي رأي برأيه وعدم الرسوخ في العلم. والواجب فيما تفهمه من النصوص خلاف الجمهور أن تتأنى، أن تتأنى في الموضوع. ثم يجب أن يكون طالب العلم فقيها لا قارئا، لأنه ليس كل شيء يعلم تكون المصلحة في إعلانه. ابن عثيمين رحمه الله.